الساحة المعتادة اللي هي بلاس كليبير. طبعاً هي الساحة الرئيسية، هي سنتر ستراسبورغ، ودائماً هي اللي بتشهد أكتر شيء إيفنتس هون. وقت الكريسماس بيكون شجرة الكريسماس الكبيرة بتكون فيها، يعني وقت اللي يكون في إيفنتس كمان بيكون هون بهي الساحة. رايحين على فناك مشان نشتري هارد ديسك، لأنه كل يوم عم صور فوتج جديد وما ضل محل أبداً، وماني حابب كب ولا شيء عم صوره. مرحبا. مرحبين. شو عم تعملي هون؟ Qu'est-ce que tu fais ici? J'achète un objectif pour mon appareil photo. في هذا WD Elements 89 يورو 1 تيرابايت. هلا هدول 1 تيرابايت، بس هدول 2 تيرابايت، بس هذا حقه 149. اخذت ال 2 تيرابايت لانه ال 1 تيرابايت حقه 89، 2 تيرابايت حقه 149. فرقت 30 40 يورو. هلا ب H&M منشان نقيله لطارق جينز، انا بقسم الرجالي. ما طرته رح تشوف الجينزات اللي نقاهم اذا مناحه لقياسه ولا لا. هذا ما ضبط عليه، رح شوف له غيره. We take this one. مو بس نحن البنات بناخذ وقت بتنقيه الشهر مشان يكون بعلمكم يعني. Good deal. بلشت اتعب انا ناطرة الروق، صار مغير 5 بنطلونات. نقيت واحد بس ما عجبني غيره، الباقيين يا اما ما بلبق لهم يعني ما بلبقوا لي. اخيرا وصل، دقيقة. اوكي، القصة انه صار لي سنة عم بستخدم هذا الكرسي، ما بقي اسفنج، صرت عم بقعد على البلاستيك، وبالعادة انا بقعد وقت طويل على الكمبيوتر، فالكرسي لازم يكون مريح. كثير مزعج. اللي صار هلا انه وصيت من امازون على هذا الكرسي. الشغله اللي كثير حلوه انه هذا الكرسي بيعمل مساج، تعالوا نركبه سوا. شكله مريح. رح احط اللينك تبع الكرسي بالدسكربشن. على فكره هي مو دعايه، يعني اذا طلع مو منيح رح اقول لكم. دواليب الكنترولر تبع المساج. وهذا ال بلاي ما فيك تعمل شيء. كثير صعب يا جماعه. مين بده يدشن المساج، انا ولا انت؟ بسمح لك انت تدشن. لا والله. لا والله. لا والله. لا والله. انت اللي كنت عم تتعب قاعد على الكرسي كثير بعد وقت، يعني حرام. تخيل انه انت لازم تكوني مشان انا اجرب شغله وهيك شغلات، ولازم اجرب شيء وشي. مشان اذا تكهربت انا؟ مشان اذا طلعت بكهرب معنا منيح؟ ليكو ما جاوب. ما قال لا. والله مركزون. ما قال لا. صندوق ما في غيرك بجربه اول حدا. لا والله. لا والله. لا والله. انت هيك تجرب اول شيء بركي طلع بكهرب. ليش عم يعرج هذا البرغي؟ عرج البرغي. اه هذا الكرسي نصاً هو بس عم يقول الكرسي. ساندرا؟ خلص لا ما عاد بده مساعدتي تبو، انا رايح اكمل تصوير. هلا من اصل 24 ساعة فيش 12 ل 14 ساعة منهم انا قاعد على الكمبيوتر، فحياتي عذاب مع هذاك الكرسي، بس تخربطوا يمين ولا يسار دائما، رايتي تايدي ليفتي لوسي، الشد على اليمين والرخي على اليسار. صندوق مفتاح شق واثنين شال. عم لاقي الانجليزي بس. 18 44 معلم؟ معلم شد لنا البرانغي. عم شد انه مصمصة. هلا بقى نحطه محله. باقي نوصل وصلات الكهرباء ودي شد شكل البراغي وحط هدول. ما بعرف شو هاي، لكن مثل فرام بسكليت شكلها. بس اكبس هاي اللي هون. لا لا ما بتخيل الفرق. لا لدرجة انا واقف عم يجاني ظهري، انا قاعد عليها ما عم يجاني. كتير حلوة.
عرفت لشو هيك؟ مشان هذه يرجع لورا. هي وهي ما بيتحركوا، بضلوا نفس الزاوية بيناتهم، بيرجع كله لورا. وفكرة الكرسي هي بيرجع. فبصير مثل الكرسي هزاز. دام كثير مريح. في كابلات وشغلات ورا. في هيت. شفتوا شلون اكل زق لسه قبل ما نستعمله؟ ترانس. قبل ما نجرب هذا، تعال شوي. شرح معي انت. I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun shining down on my face. I'm running away. مساج 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 عم بيجرب المود، شكله عم بيفرجيني كل المود ورا بعض. يا بنقل بين الظهر واسفل الظهر والرجلين، كل وحده لحالها يا اما كلهم سوا. اوسمنس هيفن اكزيست. انا ما عم اقدر اعبر قديش حلو، لازم تجربي تاني. قلت لي قاعد على غيمه. طب طرق اشتري لحالك كرسي تاني، انا اخذتها. على عيني. صار للمونتاج طعم تاني. انا بدي اقضي حياتي بهلا رايح عم منتج على هذا الكرسي. انا بدي انام على هذا الكرسي هلا رايح، بدي اتغدى على هذا الكرسي، بدي اتعشى على هذا الكرسي، بدي اروح مشوار واخذ وين على هذا الكرسي. شكله صار عندي ضره جديده. انا قلت لكم انه اذا مو منيح رح اخبركم، عن جد كثير منيح. ما بعرف اذا رح يضل منيح، بس مبدئيا هو كثير ظريف بالنسبه لسعره، ممتاز. انا بس هاي تقومني الان كرسي، لانه بعد شوي ما مستحيل خلص. فائد مبروك حبيبي، هابي مونتاج. لا قلت لكم راح يصير عندي ضره. هلا انا كنت حابب اوعدكم انزل البلوج اليوم، بس على الحالة ما هلا بخيال اعمل مساج، واذا قدرت بعدين اكيد راح كفي مونتاج. شكلي بعيني. يلا باي.